ريحيني يا ماما. وليه اعمل ايه؟ لو كملت مع وسيله ابقى بعت نفسي وخليتها توصل للي هي عايزاه، ولو وقفت تنفيذ المشروع ابقى ضيعت بايديا الحلم اللي انا مستنيه بقالي سنين. والله ما عارف اقول لك ايه يا ابني، بس في النهايه القرار قرارك انت. ماما انت كده بتحيريني اكتر. ما هو بص، عايز اقول لك حاجه، انت بس اللي تقدر تاخد القرار، لانك في النهايه انت برضو بس اللي هتدفع ثمنه. اقول لك ايه، منك لله يا وسيلة، منك لله في اللي عملتي فينا. معلش يا ابني. القهوة يا عفاف. اتفضلي يا وسيلة. هانا حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضلي. مين يا عفاف؟ انا يا وسيله. خير؟ اسمعيني كويس، سفاله، قله ادب، قله اصل، واستحملت منك اكتر من كده. عارفه ليه؟ عشان انتي بالنسبة لي خلاص اعتبرتك موتي من زمان. بس اقسم بالله العظيم تلاتة، لو هوبتي لحد من عيالي مش هتتوقعي انا هعمل فيكي ايه. اظن بقيتي امي يا هانم، مش كده؟ وعارفة يعني ايه معنى الضنا، وعارفة يعني الام لما يهوب حد ناحية ضناها ممكن تعمل فيه ايه. تاكله بسنانها. خلصتي؟ ما تستخفيش بكلامي يا وسيلة، أحسن أنا خلاص جبت آخري منك وكل اللي عملتيه كوم واللي بتعمليه الأيام دي كوم تاني. سامعة؟ إلا يا قاسم. نروح لمامي يا قاسم. قاصد عايز مامي، قاصد عايز مامي. خليه جوه، أنا ما طلبتوش. أوكي أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا معلش. تصدقي مفيش فايدة فيكي، سفلة وهتفضلي سفلة. مالي مالي؟